احنا رغم الدمار طلع شايف كيف دارنا، احنا رغم كل اشي بس احنا لازم نعيش على حياتنا، لازم نلعب. احنا كنا في جباليا لما خش اليهود علينا، شفنا الاسلحة معهم كانوا تخطفوا، فحسينا انه يكون اشي حلو وجبت هذه اللعبة وقعدت العب فيها. كنا صابين هاد اقعد على الارض تجاوب. احنا عايشين في جوع، عايشين بحصار، برضو من كل العالم اللي يتحرك بسرعة عشان يخلصنا من هاي المجاعة. واحنا زي ما احنا عارفين انه عيد الفطر بشكل عام بكون في كل شوارع قطاع غزه سعاده لكل الاطفال. طبعا احنا اليوم في هذه المخيمات ما في كان سعاده، لكن رغم الصعاب ورغم كل التحديات قررنا ان احنا نسعد كل الاطفال ونصنع ونزرع البسمه على كل وجه طفل. طبعا احنا لما نحكي عن عيد السنه اللي فاتت وعيد السنه هذه، عيد السنة اللي فاتت كان الكل لابس جديد، اليوم نص لابس جديد، حتى مش النص 10% لابس جديد والباقي كله مكلوم وحزين. غير هيك ممكن يكون بعض الأطفال هذول أبوه استشهد، أمه استشهدت، أخته استشهدت، في حزن في كل مكان. هنا العيد هذا مختلف بكل مقاييسه، أصعب وأعطى العيد المر في تاريخنا هذا.